عبد الحميد ماسك بطنك ليه؟ ما ترعبناش بقى معاك والنبي يا عم. انا مش خايف الامتحان، انا الحمد لله مذاكر كويس، بس عندي الم جامد قوي في بطني. مش كنت تاجلها لامتحان البطنه؟ انا فظيع مش قادر. طيب وهتعمل ايه في الامتحان دلوقتي؟ هاخد ايه مسكن؟ انا هروح اجيب لك مسكن. لا لا خليك انت عشان ما تاخرش الامتحان، انا هجيب المسكن. انا جايه معاك. مالكيش دعوه بالموضوع ده يا نانسي، انا عارف كويس انا بعمل ايه. زينب دي بنتي، انا اكتر واحد في الدنيا عارف مصلحتها. بس صلي على النبي بس يا عم الحاج، انت مالك واخد الامور قفش كده؟ ما تهدى. طيب انت بتدافع عن مين؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه مين الواد السافل ده. اذا كنت انا ياما حاولت انقذك منه يقوم يلف ويدور على بنتي. انت حاولت تنقذني منه؟ مش انت بنفسك رحت لحد عنده عشان تجوزه لي؟ ولا انا يعني عشان بنت البطه السودا عايز تجوزني اي حد وخلاص؟ ايه بنت البطه السودا؟ انا رحت له عشان كنت فاهم انك بتحبيه وعايزاه. طب ما هي زينب بتحبه وعايزاه. لا زينب لا بتحبه ولا عايزاه. زينب دي بنت صغيره ما عندهاش اي تجارب، ده قاعد يدور لها الاصفارات بتاعته دي اتعلقت بيه. يا مصطفى انا مش ممكن اكون انا اللي عقبت طريق سعاده زينب. انا بحبها فعلا وبحس انها اختي الصغيره. نانسي ممكن تخليكي في اللي انت فيه؟ لا مش هخليني في اللي انا فيه، عشان بنتك صعبانة عليا فعلا، ولا انا يعني عشان بحبك هفضل في صفك عمال على بطال. لا الحق حق. عملت ايه؟ ان شاء الله امتياز، الحمد لله الامتحان كان سهل قوي. وبطنك عامله ايه دلوقتي؟ لا احسن بكتير. شفت بقى، يبقى المسكن اللي انا اديته لك جاب نتيجه. الظاهر يا ابني ان انا هبقى دكتوره شاطره. ده اكيد ان شاء الله. ميرسي قوي يا امل، واسف يعني ان انا اخرتك شويه على الامتحان. ما الخمس دقايق دول يعني هما اللي هيفرقوا معايا في التقدير. تعالى اوصلك. لا لا بلاش انا هاخد تاكسي. يا عم تعالى انت تعبان. يلا سيبوني يا ماما. انت اول مره تسيبني لوحدي. انا عايزه اسافر وانا مطمنه عليك يا نانسي. خلي بالك من نفسك حبيبتي، خلي بالك منها يا دكتور مصطفى. كم يوم ان شاء الله هترجعي بسنة. دكتور مصطفى انا عايزاك تيجي واحده بره. عايزه ايه بس يا سوس؟ هترسي لي طقم نصايح برضو؟ خلاص بنحب بعض بقى، والنبي تاخدي بالك انت من نفسك. اتفضلي يا سوس. شوف يا مصطفى انا ماشيه ومش عارفه اذا كنت هرجع ولا لا. طبعا مش هوصيك على بنتك، بس في حاجه مهمه قوي نانسي ما تعرفهاش، وده اللي مخوفني يا مصطفى. حاجه ايه؟ نانسي ما تعرفش اي حاجه عن القضيه، انا خبيت عليها عشان ما تتعذبش اكتر ما هي متعذبه. بنت عاشت طول عمرها من غير اب، وفاكره ان ابوها بهجت الله يرحمه. هتعمل ايه لو عرفت ان ابوها مش ابوها، وان عمامها رافعين عليها قضيه انكار نسب؟ دي بنتي وانا عارفاها، هتموت نفسها يا مصطفى. ما تخافيش يا سعاده، نانسي مش هتعرف. انا عايزك تطمني عليها، نانسي في عينيا الاثنين. ربنا ما يحرمني منك يا مصطفى. يلا سعاده يلا يلا ادخلي سلمي عليها وانا استناك في الريسبشن. يلا سيبي عربيتك يا سعاد وتيجي اوصلك، شكلك تعبان. لا يا مصطفى خليك انت، نانسي محتاجه لك اكتر من اي وقت. تروح وتيجي بالسلامه ان شاء الله.
احس اني لوحدي. ما تسيبنيش يا مصطفى، ما بقاش لي حد في الدنيا غيرك. عمري ما هسيبك يا نازل، عمري. ازاي ما احبكيش يا بنتي؟ انا ما اقدرش ما احبكيش. انت في معزه زينب بالظبط. يا ريت ولا طول. بما انك بتحبيني بقى، انا عايزك تهتم بصحتك. نفسي تخف بقى وتلتفت لمذاكرتك والجامعه، تاخد البكالوريوس عشان اتباهى بيكي. انا مش قادره اصدق. وبعدين معاك يا نازي، هو انا مش معاك اهو ولا انا منفعش؟ انت جميل اوي يا مصطفى، ده ربنا بعتك ليا. وبعتك ليا انت كمان يا نازي. يا لا لا لا، انت تنامي على طول، انت كده اتاخرت خالص. وانا كل يوم من صباحيه ربنا هتلاقيني فوق دماغك على طول. يلا تصبح على خير. استنى خليك معايا لحد ما انام. متدلعه قوي يا بنسي. انا هقعد معاكي 5 دقايق بس، في ال5 دقايق دول لازم تكوني نمتي من غير منومه. انت مستنيه ايه؟ يلا غمضي عينيكي. عايزين احكي لك حدوته قبل النوم ولا ايه؟ يا ريت. تعرف ان عمري ما حد حكى لي حدوته قبل النوم؟ هيحكيها لك ازاي؟ هو انت بتنامي غير وش الصبح؟ انت ما ينفعش تنامي على حدوته قبل النوم، انت تنامي على صباح الخير يا مصر. ونامي يا مصطفى، احكي لي اي حاجه. صوتك بيريحني، بيخليني انام على طول. يا نهار اسود، صوتي بيخليك تنامي؟ انت كده يا بنتي بتضربيني في شغلي. انا هقول يا رب هم ليه حاطين برنامج الطريق الوحيد ساعه العصاري؟ عشان انا اتكلم من هنا مصر كلها تقيل من هنا. والنبي يا خاطري احكي لي اي حاجه. حاضر يا بنتي، احكي لك حدوته قبل النوم. يعني مكان يا مكان، في سالف العصر والأوان كان فيه ملك مش معين نايب ليه، والملك ده حب يسافر كام شهر كده ويرجع بلده. ملقاش حد يتولى شؤون المملكة في غيابه، يقوم يعمل ايه؟ قال لهم لموا كمية حجارة كبيرة وروحوا على أهم طريق في البلد وحطوا الحجر فوق بعض، يعمل سور كده يعترض الطريق. وفضل يراقب كل اللي رايح واللي جاي. أول واحد جه بص لقى السور، راح متسلق السور ونط الناحية التانية ومشي في طريقه. التاني جه كان سفيف كده، قعد يتزنق من جنب السور لغاية ما عدى الناحية التانية ومشي في طريقه. وفضل كده على طول، كل واحد يا ينط من فوق السور يا يعدي من جنب السور، لغاية فين وفين جه واحد فلاح غلبان هو وابنه. قال له طب يا ابني احنا اللي نطينا ولا اتزنقنا من جنب السور، ممكن نعدي، لكن لو في واحدة ست عجوزة أو راجل عيان مش هيقدر. يقوم يعمل اتفق مع ابنه يشيل الحجر ده ويحطوه على جنب وينظف الطريق، كل واحد يجي بعد كده يعدي عادي. شفت الراجل ده ما فكرش في نفسه هو بس، فكر في الآخرين. وطبعا الملك اختار الفلاح ده عشان يتولى شؤون المملكة في غيابه.
ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لا النهارده بابا متوصي بينا على الآخر. ايه اللي صحاك بدري النهارده؟ أنا من امبارح ما نمتش. ليه؟ ولا حاجة، شوية قلق كده، بس مش مهم، وأنا ورايا إيه؟ ولا عندي جامعة ولا أي حاجة. من النهارده اعتبروني أم زيد. اصبر يا دكتور. أنا طعنت في قرار الجامعة وإن شاء الله هترجع غصب عنهم. كفاية أنا طعنت بقى هنا. ريحي دماغك. أنا ما أقدرش أرجع الجامعة بحكم محكمة. مش هيبقى ليا نفسي أشتغل، أبقى عامل زي الست اللي مطلوبة في بيت الطاعة. الفول ده بالزبدة، أنا عامله مخصوص عشانك. القرفة يا بابا. طب ليه حضرتك يا بابا ما تدرسش في أي جامعة من الجامعات الخاصة؟ دلوقتي يا حبيبتي أنا ماليش ناس، بعدين هفكر في الموضوع ده. بابا مش هتقعد تفطر؟ أنا عايز أنام. عايز أنام لي على الأقل 10 ساعات. نام وارتاح يا مصطفى. أنا عايزك تهدي أعصابك خالص عشان تفول المعركة الانتخابية. والله غريبة أنا، الحاجة الوحيدة اللي كنت رافضها هي اللي فضلالي. إن شاء الله هتنجح في الانتخابات وتخش مجلس الشعب وتاخد الحصانة، وساعتها حاجات كتير قوي هتتغير. كل اللي راح منك هيرجع لك تاني. اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. يلا افطروا، أنا لما أصحى من النوم هبقى. القرفة يا بابا. طيب. نسي يا زوز. طب يلا. يلا يا أولاد نفطر بسرعة عشان ما نتأخرش. أحلام سعيد. الو. انا اسف جدا يا دكتور مصطفى ان انا صحيتك بدري بالشكل ده، بس الحقيقه انا ما قداميش اي حد غيرك اقدر اتصل بيه. لا خير ان شاء الله. الحقيقه نانسي مصره تسيب المستشفى دلوقتي حالا. احنا طبعا بنحاول نهديها بس هي عصبيه جدا. ارجوك يا دكتور مصطفى يا ريت تجينا دلوقتي على طول، مفيش حد غيرك هيقدر يهديها. صباح الخير يا زين. صباح النور يا خالد، ازيك؟ ممكن اتكلم معاكي شويه؟ اتفضل. طب ما ينفعش نتكلم في اي حته بره؟ لا يا خالد ما ينفعش اتكلم في حته تانيه غير الكليه. حاضر. انا مش هستسلم يا زينب للي باباكي عمله ده. انا بحبك، والفكره اللي هو واخدها عني دي غلط. هو كان فاكر ان انا على علاقة. أنا عارف بنانسي، أنا رحت قابلتها وعرفت منها إن مفيش حاجة بينكم. طب الحمد لله، يعني أنا بريء. طب قلتي الكلام ده لباباكي؟ بابا بيمر بظروف صعبة قوي الأيام دي يا خالد، مش عايزة أضغط عليه أكتر من الضغوط اللي هو فيها. طب وإحنا يا زينب؟ أنا كل اللي عايزه منه بس إن هو يسمعني. خالد في حاجة تانية بينك وبين بابا غير موضوع نانسي؟ لا، هو أنا كنت بس الحكاية كلها إن أنا مرة ولا مرتين قليت أدبي عليه، بس والله أنا ما كنت في وعي. وبعدين دي مرحلة في حياتي وانتهت خلاص يا زينب. ليه بس مش عايز، ليه بس مش عايز يفتح معايا صفحة جديدة؟ بقول لك إيه، ما تخلي باباك يكلم. أنا عارفة إن بابا بيحب باباك قوي وبيتكلم عنه كويس، ممكن يقدر يقنعه. ما أنا كل لما أكلم أبويا يقول لي اصبر استنى هخلص لك أنا الموضوع ده. أنا اللي يهمني حاجة واحدة بس، أنتي بتحبيني ولا لأ؟ بص اصبر واستنى وأنا هخلص لك الموضوع ده. شوفي بقى، أنا عندي خطة تخلص الموضوع ده على طول. خطة؟ خطة إيه؟ أنا هفضل أزن على أبويا وأنتي زني على أمك. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ هتمشي تروحي فين؟ مش وعدتيني امبارح انك تسمعي كلامي، ايه اللي حصل؟ مخنوقة، مخنوقة وما انتش حاسس بيا، أول مرة في حياتي حاسس بمعنى كلمة مقطوع من شجرة، لا ليا أب ولا أم ولا أصحاب ولا أي حد، عايز أخرج من هنا، أروح أي حتة تانية، أشوف بني آدمين، أنا كانت حياتي مليانة،
بكلام فارغ، اي كلام زي ما بنقول. بس مليانه ليا شله بخرج معاها، صحاب بكلمهم في التليفون، ام بناكف فيها. تصدق وتامن بالله النهارده الصبح صحيت لقيت نفسي زي الكرسي ده، مفيش اي حاجه في حياتي، مش حاسه باي حاجه، لا بحب ولا بكره ولا مستنيه تليفون ولا مستنيه حد. طب وانا انت راجل طيب بتعطف على بنت مسكينه عايز تكسب فيها ثواب، انما انت في الاخر عندك حياتك، عندك مراتك وعيالك وشغلك. انا بالنسبه لك صدقه بتعملها عشان الخير يعود لك في عيالك، مش اكتر من كده. يا نانسي انت مش صدقه، انا هفضل طول عمري واقف جنبك، عمري ما هتخلى عنك عشان ده واجبي. ليه؟ خلفتني ونسيتني؟ انا بقى ايه بالنسبه لك؟ انت نفسك قلت لي 100 مره انك انت بتحبني حب اب لبنته. انت لو ما كانش عندك بنات كنت قلت بتحبني زي بنتك، بس انت عندك بنت زينب بتحبها وبتموت فيها. انا بحبك زي زينب بالظبط. ازاي وليه؟ عشان كان ممكن تبقى بنتي. تعالي تعالي انا هفهمك كل حاجه. شوفي يا نانسي، انا ومامتك سعاد كنا بنحب بعض زمان وكنا متفقين على الجواز، كنا متفقين لو جت بنت هنسميها نانسي، بس ما حصلش نصيب واتجوزت هنا. مامتك احترمت ده، بعدت عشان ما تلخبطليش حياتي، لكن لما حست انك محتاجة الأب يراعيك ويقف جنبك لجأت لي أنا. فهمت ليه بقى أنا بحبك زي زينب بالظبط؟ أه أنا كده بقى فهمت. ده الواد خالد قال لي كده بالظبط. اللي جه الولد السفل قال انك بتحب ماما. لا ما بحبهاش، يعني كان، لكن دلوقتي حاليا ما بحبهاش. طب خلاص خلاص، هي المدام شديده قوي كده ولا ايه؟ نانسي خلاص انت فهمت كل حاجه، يعني نراجع الشنطه بقى، ولازم الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. اما بالنسبه لحياتك الفاضيه دي بقى تسمحي لي املاها لك؟ والنبي تملاها لي. الله يخليك، لحسن انا خلاص اتخنقت. انا مش عارفه انت بتعمل فيا ايه، بتاكل عقلي بكلمتين ازاي كده؟ ما اعرفش. مساء الخير يا دكتور. اهلا استاذ كريم. اهلا وسهلا. ها اخبارك النهارده؟ لا تمام تمام الحمد لله. يعني ان شاء الله قاعده معانا شويه؟ اه طبعا، ننزل هتكمل الكورس بالكامل، بس بعد اذنك يا دكتور انا هاخدها على مسؤوليتي ونخرج نتهوى شويه وارجعها لك تاني. صباح الخير. الله ينور يا دكتور هلالي. الله يخليك. دي انت حضرتك؟ اه بنتي. بس الشبه واضح جدا. ساعتك تشربوا يا فندم. انا جعانه، ممكن تجيب لي واحد همبرجر كبير وشويه كاتشب؟ تحت امرك يا فندم. الدكتور انا هاخد قرفه ساده لو سمحت. تحت امرك يا فندم. يا راجل قرفه؟ انا كنت فاكره الناس دي خلصت، اللي بيشربوا قرفه وكراوية دول. يعني انت مبسوطه من الهمبرجر اللي طلبتيه ده؟ طب احنا قاعدين في مكان زي ده هنطلب ايه يعني؟ رز وطبيخ. وبعدين الهمبرجر ده يا باشا بينجز الموضوع، ياكل العصافير اللي عماله تصوصو في بطني ده ويخلصني في 5 دقايق. انت كل حاجه بسرعه كده. انت ايه يا بنتي؟ حد بيجري وراكوا؟ الاكل عشان يمرق على البني ادم لازم يبقى على دماغه. واحده 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 واحده. ده كان زمان ايام عبد الوهاب. الله صحيح، اغنيه عبد الوهاب بقالي كتير جدا ما سمعتهاش، اسمها ايه؟ فين طريقك فين ترارارا، بيروحوا له منين ترارارا، هي قريب وبعيد، شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت ولا داري. لا عبد الوهاب فطمته. انا متشكر قوي الحمد لله. اتفضل يا فندم. الهنا والشفا. الله يخليك.
اتفضل يا انس. ميرسي. تحت امرك يا فندم. شكرا. قلت لي بقى يا درش، بقى انت كنت بتحب سوسو قبل ما تولد؟ بقولك ايه، احنا اتفقنا ان حياتك فاضيه وعايزين نملاها، بلاش نقلب في حياتنا، مالكيش دعوه بيها. ما انا جايلك في الكلام اهو، اعتبر دخولي في حياتك ده انا بستخدمه كمدخل في حياتي انا. مدخل؟ ايه الفلسفه دي كلها؟ انا بقى انتفها بس عاجبك. عايز اسالك سؤال، هو الحب وراثة يا باشمهندس؟ لا افهم الاول. يعني انت باباك كان بيحب عبد الوهاب؟ طبعا. فانت بقى ورثت حب عبد الوهاب من حب باباك لي؟ انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ اكونش انا ورثت حبك ده من حب امي ليك زمان؟ شفت بقى لما اكلت همبرجر اهو بدات اتخرفها. اسمها هيس. هيس. هيس يهيس تهييسا. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ما هو لما الحياه تبقى فارغه بيبقى الكلام فارغ. بالعكس، الكلام لما يبقى فارغ بتبقى الحياه فارغه. يا بنت ربنا سبحانه وتعالى ميز الانسان بالكلام. الكلام ممكن يغير مسار البشريه. انت عشان تعرفي قيمه الكلام لازم تقري مونولوج الكلمه بتاع ثار الله. ايه ثار الله دي؟ دي مسرحيه كتبها عبد الرحمن الشرقاوي في جزئين، الحسين ثائرا والحسين شهيدا. الحسين؟ ده سيدنا الحسين صح؟ ده انا كل رمضان بسهر انا واصحابي هناك. هو ده اللي تعرفوه عن الحسين؟ الميدان؟ طب خلاص قولي، فهمني ايه مونولوج الكلمه ده؟ الكلمه نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخه يعتصم بها النبل البشري، الكلمه فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. يا نهار أبيض، كل ده على كلمة؟ لا يا عم، أنا ابتديت أتكسف من نفسي قوي، ده أنا بقالي 20 سنة بتق حنك ليل ونهار في عبط رسمي، أنا هقفل بقي خالص ومش هتكلم إلا لما أفكر قبل ما أتكلم. أي خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر قوي، الحساب لو سمحت. تحت أمرك يا فندم. خلاص خلاص ماشي، اتكلمي بقى. خليني قافله بقي احسن، بلاش فضايح. تحب اقول لك جزء تاني من حسين شهيدا؟ ده عن الكلمه برضو؟ خلي بقى دكتور المره الجايه. الله يخليك، متشكرين قوي. وحسبت كام؟ 27 جنيه يا فندم. مفيش مشكله يا دكتور، مره ثانيه ناخد الحساب يا فندم. انا متاكد انها كانت معايا. طب خد 50 جنيه اهم وخليه بقى على. ميرسي يا فندم. انت ايه اللي عملتيه ده؟ ايه مش مالين عينك ولا ايه؟ بعدين خيرك سابق يا دكتور. ايوه هنا. انت رحت فين يا مصطفى؟ انت مش قلت انك هتنام؟ لا انا اصلي كان عندي شويه مواعيد كده كنت لازم اخلصها. اقول لك ايه هناء، المحب لقيتيها؟ لا الحمد لله. طيب كويس. لا انا كويس خالص. لا هاجي اتغدى مع الاولاد ان شاء الله. مع السلامه. طيب وصلني بقى انا على المعتقل اللي انا قاعده فيه، وروح انت اتغدى مع اولادك، وكفايه عليك ان كل حلمين اللي خدتهم النهارده. انت ليك عندي 50 جنيه افتكري. لا اكتب لي بيهم مصر، انا ما اقدرش اضمن حد في الزمان ده. مش قلت لك اقفل بقي احسن عشان انا تبت عكاكه؟ هقفل بقي ومش هتكلم تاني خالص. انت قلت الكلمه نور؟ نانسي انا اسف يا نانسي، ارجوكي تسامحيني، انا كمان هنا بتعانق، انا السبب في ده كله. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. هو بابا لسه نايم يا ماما؟ نايم ايه؟ ده خرج. معقولة؟ صاحي يومين؟ ده كده بيرهق نفسه قوي. الخبطات اللي هو بياخدها مفيش أي حد يقدر يتحملها. ماما، احنا تعودنا طول عمرنا ما نخبيش حاجة على بعض. وأنا ما أقدرش أعمل أي حاجة إلا لما أقول لبابا. في إيه؟ أنا قابلت خالد النهاردة. قابلتيه فين؟ جالي الكلية. كان عايز إيه؟ ماما، خالد متمسك بيا، وأنا شايفة الموقف اللي بابا واخده ملوش أي مبرر. إذا أنا كنت مش هقدر أفتح بابا في الموضوع ده، يا ريت حضرتك تكلمي. تفتكري بقى إن ده وقته إن أنا أكلم باباكي في موضوع زي ده؟ وإمتى وقته بقى إن شاء الله؟ طب على الأقل ما تخلص الانتخابات. بابا أصلاً مش في دماغه الانتخابات، وأصلاً مش طايق خالد، ومش عايز يغير فكرته عنه. أنا واقع من فوق يا إخوانا. ازيك يا زين؟ أخباركم إيه؟ الحمد لله. أمال فين عبد الحميد؟ عبد الحميد جاي في الطريق، محدش قده النهاردة، بقى دكتور امتياز رسمي، وتعين خلاص وأول يوم ليه في المستشفى النهاردة. عقبالك، عقبالك يا زين. ربنا يخليك يا بابا. أهو كده؟ واحد دلوقتي ياكل بنفسه. أخيرا لقينا حد يصرف على البيت. ب 180 جنيه. بس. مال أنت فاكر إيه؟ مش لو كنت انا لعيب كوره مش كان يبقى احسن؟ البركه فيك انت بقى مرن. السلام عليكم يا آل الهلالي. اهلا يا دكتور. اتفضل يا فندم اتفضل. والله العظيم ابدا البيت ده ما فيهوش غير الدكتور مصطفى الهلالي. اتفضل حضرتك اتفضل سعادتك. مش جاب مش جاب انا حته الدكتور في حته مش اكتر من كده. الف مبروك يا عبد الحميد. يا بابا انا بقى لي 7 سنين بذاكر عشان الحضن ده. الف مبروك. بالمناسبة دي بقى أنا عازمكم على عشاء الليلادي، بس دي آخر عزومة، بعد كده أنت اللي هتشيل. طب إيه رأيك بقى يا دكتور إن أنا هشيل النهاردة؟ إخوانا أنا اللي عازم النهاردة خلاص. منين القوي؟ أنت لسه قبضت، ما هو كله هيبقى من جيبي. مالك يا بابا في حاجة؟ أنا صداع غير. يا ابني أنت هتمرن فيا ولا إيه؟ من حقه، ده الأول على الدفعة. والله يا ماما طول عمرك نصفاني، الحمد لله النبض كويس، هما بس شوية إرهاق من قلة النوم. أنا هكلم لك صاحب العمارة اللي فيها مكتبي، يحجز لك شقة إيجار جديد تعملها عيادة. ايه يا زينب انت واخده بالك ولا ايه؟ اه شفتي؟ عملت حالب في لحظه. ايه رايك بقى انا هجيب لك عياده في احسن حته في البلد. عايزه عيادتك فين؟ انا عايزاها في كفر اصاله يا بابا. مش باباك يروح الاول، انت بتروح انت كفر اصاله. ده حكايتك بقى. صرفت نظر على موضوع الانتخابات ولا ايه؟ انت ما كان عندك 60,000 حاجه كنت بتروح الكفر. دلوقتي وانت فاضي ما بتروحش. احنا كسبنا القضيه عشان تقعد في البيت. هروح اعمل ايه لما اروح كفر اصاله؟ لازم اروح اعمل حاجه. مفيش حاجه. اروح ايد ورا وايد قدام. ما تشوف رجال الاعمال اللي كانوا بيشتغلوا مع الحزب، ممكن يقفوا جنبك. انا اروح له يا خالد؟ الكلام اللي انت بتقوله ده ما انا رحت له قبل كده والراجل رفض مجرد انه يتناقش معايا. ما هو احنا كده هنضيع بينكم يا بابا. انا وزينب مالناش ذنب. يا ابني انت بتلومني على ايه؟ اذا كان عليا انا موافق. لا يا بابا انت عمرك ما كنت سلبي بالطريقه دي. يعني ايه موافق وخلاص؟ ما حضرتك لازم تعمل حاجه. طب قول لي يا حبيبي انت عايزني اعمل ايه وانا اعمل ايه؟ اروح اخطب لك البنت. بابا انت عمال تهزر وانا مش طايق نفسي. بس بصراحه بقى انا فرحان فيك قوي. والله برافو عليها البنت دي، عملت اللي ما عرفتش لا انا ولا امك نعمله فيك. طب ما تتفوقش قوي كده لا تحرقنا. انت بتحبها يا خالد؟ طب انا هجوزها لك. والله العظيم اللي مجوزها لك. انا مش عارف الدكتور الهلالي واخد الموقف المتعسف ده ليه. انا عارف الهلالي بيمر بظروف صعبه جدا. انا عارفها الظروف دي هتبقى اخر كارت اضغط بيها عليه. ما هو الهلالي ده هيلف يلف ويرجع لنا. من حفر حفره لاخيه وقع فيها يا ريس. ادي عطيه الساعات اللي قاعد يحفر ورا الدكتور مصطفى الهلالي. داير يشرب في الكباريهات ولا دريان بنفسه. بص يا ريس
بص الصورة دي، شايف بنفسك؟ مش ده اللي جالي وقال لي ان الدكتور الهلالي على علاقة برقاصة؟ ما هو سبحان الله، يمهل ولا يهمل. دي بقت مهزلة يا اخي. هو الراجل ده مش الاسبوع اللي فات بنى جامع وراح افتتحه وجاب لنا صور ودخل علينا بالسبحة؟ مش جامع يا ريس، ده مقام. مقام في كفر أصالة اسمه مقام الشيخ السقعان، حركة كده عشان أهل البلد يتباركوا بيه. بقول لك يا لطفي، خلي بالك من عطية السعاتي لأنه هيحطك في دماغه. لا، بعد ده ما ينزل مش هيقدر يخوف حتى النملة. خلاص أنا هنزل له الصورتين مع بعض، واحدة وهو بيفتح الجامع بالجلابية والسبحة والطاقية، وجنبها صورته مع الرقاصة. بس على الله بقى مختار بيه ما يزعلش مننا. عطية السعاتي ده من أهم رجالة مختار بيه. إحنا كده نبقى بنضرب الحزب وبنضرب مختار بيه نفسه. مختار بيه أذكى من إنه ينضرب، ولا يمكن ينضرب أبدا. بالعكس، ده أنا أراهن إن ما كان يبعت جواب شكر لينا كمان. شفت دي يا أبو عبد الله؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يا رب. هي حصلت للصحابة كمان؟ أنا لازم أعرف مين الواطي ابن الواطي اللي بيعمل فيا كده. هو في غيره يا سعادة الباشا؟ رضوان؟ أيوه يا باشا، رضوان القومي. لا مؤاخذة رجالة، عطية بيه عايز يقعد لوحده شوية. لا مؤاخذة رجالة، اتفضلوا يا رجالة، اتفضلوا اتفضلوا. أيوه يا باشا، رضوان القومي من ساعة ما لبس الجلابية والطاقية البيضة وقعد ليل نهار مع محمد عبد النعيم، ده ما بقاش يفوت فرض دلوقتي يا باشا. هو صحيح رضوان واطي واطي، انما ليه ما يكونش الهلالي هو اللي عمل كده؟ وبالذات ان الجدع الصحفي ده اللي اسمه لطفي واقف في صرفه على طول، ده بيهدني، عايز يهتني باي شكل عشان ينجح الهلالي. لا يا عطية بيه، الهلالي ما يعملش كده. هو مش رجع الانتخابات بحكم المحكمه؟ ده ما عتبش البلد من ساعه الفضيحه اللي اتعملت له. دي حركات حركات يالا، وشغل انتخابات لعب لعب يا حامد. هو بيعمل كده مخصوص عشان اللي زيك يقول هو فين والناس تسأل عليه. عامل فيها زاهد ومش فارقه معاه قدام الناس. حاكم الناس في البلد دي بيتلموا حوالين اللي مش عاوزها، واللي يحسوا انه مشتاق ولا عايز بيذلوه ويمسحوا بيه البلاط. صدقني يا عطية بيه، هو رضوان مش الهلالي. ورضوان هيعوز مني ايه تاني؟ ده سفحني، ده انا اديته لحد دلوقتي ملايين ملايين يا حامد، حار ونار في جدته وجدته اللي خلفوه كمان، هيعوز مني ايه بقى؟ ما طير الهلال وفقلك انت بقى. الو، ايوه مختار بيه. لا سعادتك، انا في المقر في الدايره. ها؟ حاضر حاضر حالا سعادتك، حالا في رعاية الله. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. خير يا سعادة الباشا. حامد، بقول لك ايه، انا هغير هدومي وهنزل على مصر على طول دلوقتي عشان مختار بيه عايزني حالا. حامد، انا عايزك تجيب لي قرار الموضوع ده، وتعرف لي الصور دي تحصلوا عليها ازاي ومنين، ومين اللي ورا الحكاية دي بالظبط. اللي يتعرض للعمل العام لازم يحافظ على اسمه وسمعته. وانت مش اسأت لنفسك بس يا عطية، لا انت اسأت لينا كلنا. انت حطيت الحزب في موقف سيء جدا يا مختار بيدي وشايف. اسمعني يا عطية، الصور اللي اتنشرت في الجرايد دي اللي هيدفع ثمنها حزب الوحدة مش انت. انت شوهت صورتنا في نظر رجل الشارع. انا مش فاهم ازاي واحد مسؤول زيك يتصرف التصرفات دي. احنا هنحاول ان احنا نحتوي الازمة على قدر الامكان. انا اللي مش فاهم ايه اللي انا عملته بالظبط. انا لا سرقت ولا قتلت ولا زورت زي الهلالي اللي انتوا طلعتوه من القضيه زي الشعره من العجينه. الهلالي طلع من القضيه بحكم من المحكمه. طلع. ما انا عارف سعادتك،
يوم خطور بيه انا يا دوب كنت سهران سهره مع جماعه حبايبي كانوا مسافرين بره وقعدوا مده طويله قوي ولسه راجعين حبوا يتفرجوا على معالم القاهره فرجتهم ايه اللي عملته بيولعوها ليه سعادتك انا ماليش في الحاجات دي خالص ده انا عندي سكر وباخد انسولين وبعدين سعادتك اللي بترقص في الصوره دي مش بروفيشنال دي مرات واحد صاحبي واخد الرقص هوايه ادي اللي حصل نفسي اعرف مين اللي بيحفر ورايا يا مختار بيه يوه الكلام ده مش وقته يا عطيه لا لا انا لا يمكن اسكت على اللي بيحصل لي ده ابدا انا لازم ادافع عن نفسي اسمع يا عطيه نصيحه مني روح اقعد في بيتك وهدي نفسك كده واوعى تفتح بقك في الكام يوم الجايين دول لا مختار بيه انا لو سكت هيخلصوا عليا خالص البقرة لما بتقع بتكتر سكاكينها ترضاني بعد العمر ده كله ابقى بقرة واقع عادي كده واروح في طيس خلاص روح بقى انت اتصرف زي ما انت عايز هي دي جزات الشفافية حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله انا عطيه رمز الشفافيه يتعمل فيا كده جايين نبوس الايادي وندي التمام اخبار البلد ايه يا رضوان زي ما قلت لسيادتك كله تحت السيطره انا والشيخ عبد النعيم خلاص بقينا اكتر من الاخوات والناس ملمومه حوالينا وشايليننا فوق رؤوسهم شيل ومسعد المرشدي مسعد ايه يا سعاده الباشا مسعد ايه ده كان حي الله سكرتير الهلال والناس في الكفر بيقولوا مسخب من ست الا سيدي وهو عطيه السعاتي راح في الكازوزه يعني ما فضلناش غيرك يا سي رضوان واني خدام يا سعاده الباشا انما انت متاكد ان الهلالي ما جاش البلد ولا مره لا يجرؤ انه يهوب ناحيه هناك الله حكم الناس عندنا في كفر اصاله اللي تتهز صورته كده قدامهم قول عليه يا رحمن يا رحيم لا باظت ولا خربت ولا جابت جاز لا مؤاخذه